السلام عليكم ورحمة الله. مستشارة، أنت تواصلت معي أول وبفضل إصرارك أشارك معاكم، شاركت وبعد إقناعك وأم العيال سلم عليك وتعزمك عندنا على الغداء يوم الجمعة إن شاء الله، وكل الأهل يسلموا عليك. بارك الله فيك على الخدمات الطيبة والربح. رسائل توعوية للمستثمرين. حدد دوما أهدافك وحجم المخاطر التي يمكنك تحملها قبل قيامك بالاستثمار في أسواق المال. مع تحيات هيئة أسواق المال. السلام عليكم ورحمة الله. مستشارة، أنت تواصلت معي أول وبفضل إصرارك أشارك معاكم، شاركت وبعد إقناعك وأم العيال سلم عليك وتعزمك عندنا على الغداء يوم الجمعة إن شاء الله، وكل الأهل يسلموا عليك. بارك الله فيك على الخدمات الطيبة والربح. ما عليك الآن سوى أن تفتح الرابط وتدخل البيانات الخاصة بك والإيميل والاسم، وسوف يتواصل معك المستشار الاقتصادي حول كيفية الاستثمار والربح من الاستثمار والتداول. مركز القطري للاستثمار، أهلا ومرحبا بكم. أكبر موقع عالمي للاستثمار في دولة قطر.